في رايك نعسوا سي مصطفى 4 شهور؟ محال هذا الشيء، محال. السي مصطفى قائد، وفي القانون اذا كان القائد هو اللي هارب من السجن لازم يبقى 6 شهور بدون اي مسؤوليه. امر ما يتعلقش براجل عادي، هذا راهو سي مصطفى بن بولعيد، راجل الثوره ورمز الصمود والتحدي في الاوراس. لازمنا نطبقوا القانون. اذا كان القانون ينطبق على الجميع، سي مصطفى راهو يمثل الاستثناء. ما كان حتى استثناء، هو كتب القانون بيده. انا نأيد سي عبد الملك. كيفاش تأيدوا؟ الثوره راه في حاجه ماسه الخبر، راجل كيما سي مصطفى هو الوحيد اللي قادر يجمع الشمل ويتخطى الصعاب. كيفاه يجمع الشمل وحنا ما نقدروش؟ اسمح لي نكمل الحديث تاعي. ما نسمح لكش. اسمح لي يا سي عجول. مانيش راح نسمح لك. السي مصطفى هو الوحيد اللي قادر يجمع الشمل ويتخطى الصعاب. بفضل واش؟ بفضل حنكته العسكريه والسياسيه. انا رايي في الموضوع راك ما عرفتوه. القانون فوق الجميع. انا نروح. سي عجل. نعم سي مصطفى. وانتم معي الخاوه. طبقا للقانون اللي حددناه عشيه اندلاع الثوره، تقدروا تعتبروني من اليوم جندي بسيط. لا يا سي مصطفى، لازم نفهمك يا سي مصطفى. ما ندخلوش في التفاصيل. ماذا بيا نفهمك؟ نعرف مواقف البعض والمسائل الخطيره اللي وقعت في غيابي، خاصه الخلاف والتمزق بين اعضاء القياده في الوراث. وصلت الامور الى الحد اللي اصبح فيه الاخ يقتل اخوه على جال الزعامه. كل هذه الامور راح ندرسوها في الاجتماع الطارئ اللي دعت ليه القياده، كل رؤساء النواحي، وتم بعد تتحدد المسؤوليات. الطيارات وتحركات العدو تثبت باللي رانا تكشفنا. ما عندناش خيار غير المواجهه. بصح قبل هادي نطلعوا راس الجبل، نحكموا المواقع الاستراتيجيه، نتقسموا الافواج ونتحركوا بسرعه. هيا نتكلوا على ربي. تحركوا. Thank you.
بالنسبه للمظليين معناها راح يتم عمليه تمشيط. نضربوهم قبل ما يحصلونا ونسحبون. هيا تحركوا. كيف رانا مسيركلين؟ الناس الكل الوالي حرب راشد الاسترام جيد. انا عمرينا عجل ضرب السيري تواجه نضرب بوغم. هيا تحرك. هيا روح بالصفا روح سلطان. تعبان هوا عملو بس من سوق السوق. لا مش فرض عليك. صبر صبر عمي صبر. هيا نزو هيا هيا ما خلوش لهنا الديوان. سلاح سلاح ما خلوش لهنا. هيا ادوك معنا ما خلوش لهنا. هيا خذ روحك هذا المطبك. اسمع بالهي روح روح اضرب طمري وباك براسك. اشوف الله اكبر الله اكبر. اسمع عميرك تسحب. الله اكبر الله اكبر. مجموعة تاعك تحمون هنا. احنا نستناهم في البوات. عمار هيا تحرك. عمار فوت فوت هيا